مسؤولا عنه يوم القيامة، والقاضي إذا حكم في قضية، أنت عندما تضع أمامك 10 ملفات، منها ما يستحق ومنها ما لا يستحق، أو كلها تستحق ولكن لها أولويات، فتقدم ملف على ملف بناء على توصية أو بناء على صداقة أو على رشوة أو على أي شيء من هذا، فإنك تحكم بالظلم، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فهذه مسؤولية حقيقية يجب أن يدركها كل من يتولى اللجنة أو رئاسة في لجنة أو في عطاءات أو في مبيعات أو في غير ذلك، لأنه يكون قاضيا. فإذا أعطى العطاء أو الصفقة لجهة من أجل أن يشارك في بعض المال أو تعطيه نسبة أو يفعل شيء من هذا القبيل، ولم يختر الأحسن والأفضل والأرخص والذي يحقق المصلحة للمستشفى، فإنه يحكم بالظلم. والحاكم، انظر إذا حكم بالعدل، انظر منزلته عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن المقسطين على منابر من نور بين يدي الرحمن، على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في أهليهم وما أولهم. يعني من هم الذين يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن، يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن، من هم؟ هم الذين يقسطون يعدلون فيما أسري إليهم في ولاياتهم وما ولوا عليه وتولوه، ابتداء من ولاية الإنسان على بيته إلى إمارة الدولة رأس الحكومة. أي مسؤولية تولى عليها إذا عدلت فيها فهذه هي منزلتك عند الله تعالى يوم القيامة. وإذا جار الإنسان في هذا وانحرف فإنه لا تنفعه، وظلم الناس وأخذ حقوقهم فإنه لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا زكاته ولا صومه ولا حجه. فإن الله عز وجل يوم القيامة يجعل أعماله كلها هباء منثورا، كما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس يأتون يوم القيامة بأعمال من صلاة وصيام مثل جبال تهامة، فيجعلها الله هباء منثورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا هؤلاء الناس. قال: هم منكم ومن أبني جلدتكم، يأخذون من لي كما تأخذون ويصومون كما تصومون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. عندما يكون الإنسان بينه وبين ربه وليس عليه قانون ولا سلطان، يتعدى حدود الله، يظلم، يميل، يجير في القسم، يعني يجامل هذا على حساب هذا، يظلم الناس، يأخذ حقوقهم. فإذا خلوا بمحارم الله، بمعنى ليس هناك عليه رقيب وليس هناك عليه قانون وليس عليه إثبات ولا يخاف من القانون، ما فيش إلا الله عز وجل يراقبه، لا يراقب الله، بل إذا خلا بمحارم الله انتهك وتعدى ولم يبالي بها. هذه هي منزلة من يقصد في حكم ومن يعدل، ومنزلة من يجور ويظلم. في مسألة أخرى قبل أن أنهي الكلام أريد أن أنبهكم عليها أيضا، من المعلوم أن المستشفيات فيها شيء من عدم الانضباط فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية، وهي فيما يتعلق بمشاركة النساء والرجال في الأعمال ليس فيها ضوابط شرعية. عندنا قواعد شرعية لابد أن نراعيها وأن تهتم بها. المرأة في بلادنا عندما الناس يطالبون بحقوقها يتركون الحقوق الشرعية ويطالبون بحقوق أخرى ليست شرعية. حق المرأة الشرعي أن تكرم وأن تبجل وأن تصان عفتها وحرمتها وحياؤها، وأن يحافظ عليها بحيث لا تتعرض لمعاصي الله عز وجل. الاختلاط بين الرجال والنساء
الصورة الشرعية جائز مباح على العهد على الوجه الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت النساء تحضر صلاة الجماعة وكان يحضرن الأعياد وكانت ما تأخذ إلى حاجتها، لكن لابد أن يكون هذا الاختلاط على الوجه الشرعي، الاختلاط الذي يحدث عرضا لا الاختلاط المتكرر الدائم، بمعنى أن المرأة والرجل في غرفة واحدة منفردين أو في مكتب واحد طول اليوم كل واحد ينظر إلى الآخر، هذا اختلاط غير مشروع غير جائز، لأن هذا الاختلاط يتعذر معه غض البصر الذي أمر به الله عز وجل في القرآن، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآيات. وإذا كان والأمر الآخر اللي هو أيضا غير جائز وغير مقبول هو الخلوة بين رجل وامرأة في غرفة واحدة، هذا لا يقول بأحد بإجماع المسلمين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إياكم والدخول على المغيبات، يعني المرأة وحدها زوجها والأهل مش معها، لا يدخل رجل على امرأة إلا معه رجل آخر، لا يخرج رجل على امرأة إلا ومعها محرم، أحاديث كثيرة جدا تبين هذا الأمر، فلابد أن الآن أن نضع نظم لأنفسنا، ليس ضروريا أن تصدر الدولة قوانين لا نحتاج إلى هذا، الذي ندعو الناس إليه اليوم سواء كان في المستشفيات أو في الجامعات أو في المدارس، أن الناس من تلقاء أنفسها تنظم هذا الأمر بما يحافظ على حرمة الشرع وحياء المرأة وعفتها وكرامتها، بحيث إذا كان يمكننا مثلا الآن في المستشفى إدارة المستشفى أن ننظم من تلقاء أنفسنا، إذا أمكن أن نجعل المرأة لا تعالج إلا عند المرأة فهذا هو الواجب، إذا كان يتوفر لنا مثلا طبيبات متخصصات وغير متخصصات فعندما يكون هناك قوة للنساء ينبغي أن يوجهها وتوجه ذات المستشفى إلى الطبيب لا إلى الطبيب إذا كان هذا ممكن ومتاح لنا، إذا كان هناك عامل في الأشعة أو في التحليل أو غير ذلك فإذا كان المريض مرأة ينبغي أن يوجهه إلى المرأة هي التي تعمل الأشعة أو هي التي تعمل التحليل إلى غير ذلك، ما أمكن هذا هو الواجب، لأنه شرعا المرأة إذا وجدت مرأة لا يجب أن يعالجها الرجل، إذا لم توجد مرأة ولم تتوفر فيجوز للرجل يعالجها، وكذلك العكس الرجل يجب أن يعالجها الرجل، لكن إذا لم يوجد رجل ووجدت مرأة فيجوز المرأة أن تعالجها، فالمسألة هي متوقفة على الحاجة والضرورة، والحاجة والضرورة تقدر بقدرها، لكن هذا نريده أن نكون منبعثا من تلقاء أنفسنا في إداراتنا، هذا نوع من الإصلاح، هذا نوع من تقدم، هذا نوع من الرقي. الآن حتى في بعض البلاد الغربية بدأت تخوض تجارب فصل الإناث على الرجال في المدارس، تعمل هناك مدارس خاصة للبنات ومدارس خاصة للأولاد، لماذا نحن لا تكون مبادرة منا نحن وديننا هو الذي يقول بذلك، وإلا ينبغي أن ننتظر حتى يصدر الغرب تعليماته بهذه تجربة ناجحة وعندها نتبناها لأنها أتتنا من الغرب، فالمسائل التي تحافظ على العفة وعلى الشرف وعلى حماية المرأة وكرامتها وحيائها لابد أن نأخذ خطوات إيجابية فيها، كذلك مسألة كشف العورات يجب أن تحتاط فيه، الطبيب له أن يكشف على العورة إذا كان هناك حاجة ماسة لهذا، لكن ينبغي أن يقتصر الكشف على محل الذي يحتاج إليه فقط، إذا كان الإنسان محتاج إلى كشف مثلا الركبة فلا يجب أن يكشف الفخذ، إذا كان محتاج يكشف الفخذ فلا يكشف ما فوق الفخذ، وهكذا ينبغي أن تكون المسائل، لأن الشرع ليس فيه عسر وليس فيه ظلم وليس فيه قهر، شرع الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، كله عدل وحكمة ورحمة، ولا يمكن أن يوصلك إلى قارئ فيه عنة وفيه مشقة، هناك حاجة أو ضرورة فالشرع يبيح لك ويسر لك، لكن يطلب منك أن تقف عند الحاجة وعند الضرورة بحيث الإنسان لا يتجاوز. النساء عندما يأتين المستشفيات يجب أن يتقيدن بشرع الله بالحجاب وعدم الزينة وعدم التبرج،
الله عز وجل ينهى عن ذلك، ولا تبرر وجه تبرر الجاهلية. وعندما أجي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بالخروج إلى المساجد وإلى الجماعات، أمرهن بألا يختلط بالرجال وألا يحرقن عسرة الطريق ويدخلن وسط النساء، فليقفن جانب الطريق، حتى كانت المرأة تلتصق بالجدار حتى يتعلق ثوبها بالجدار، ولا يخرجن متزينات ولا متعطرات. قال صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفيلات، إذا أردن الخروج إلى الصلاة وليخرجن تفيلات، يعني ليس معهن طين. وإذا شهدت إحداهن العشاء فلا يجوز لها أن تعمل البخور. واضح حقيقة كيف تبين هذا؟ فمسائل الاختلاط ومسائل يعني هذه أشياء كلها لتوجد لنا مجتمعا خاليا من الغيبة ومن الفاحشة ومن المعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ذات مرة في خطبة الوداع، كان مرفا خلفه الفضل بن العباس راكبا خلفه على الناقة، فجاءت امرأة صغيرة شابة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج وتقول له إن أباها لا يقدر أن يفوت على الراحلة، فهل تحج عنه؟ طبق الفضل بن عباس ينظر إلى هذه المرأة الصغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيب عن السؤال ويوقف وسط عدد كبير من الناس ويخطب، لم يفته أن يمنع هذه المخاطبة، بل أخذ يده وأخذ الوجه العباس وألفته إلى الجهة الأخرى ويتكلم. فهذا يبين لنا كل ما يؤدي مما أن يؤدي إلى المعاصي أو يؤدي إلى الفتنة يجب سده قبل وقوعه، لأن الله عز وجل نهانا عن أسباب الفواحش: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فهذه مسائل نبهت عنها لأنها كثيرة الوقوع، وهذا نريد من المستشفيات وإدارة التربية وكذلك في الجامعات أن يأخذوا بهذه الأسباب، لأن نريد أن نوجد بإذن الله مجتمعاً فاضلاً مثالياً. وحقوق المرأة التي يتكلمون عنها، هناك حقوق كثيرة لا يتكلمون عنها وهي حقوق حقيقية، منها أن المرأة الآن في مجتمع أو في أنحاء ليبيا وهو خصوصاً خارج المدن يمنعها الرجل من الميراث ويأخذ حقها ولا تتكلم ولا تستطيع أن ترفع صوتها، والمحاكم لا تستطيع أن تنصفها، وهناك آلاف من الملفات في المحاكم الآن للنساء المظلومات التي يأتي زوجها سكران ويضربها أو يتركها إلى الشارع أو يتركها من غير نفقة هي وأولادها، والمحاكم حتى لو نبت في هذه القضايا لا تستطيع أن تطبق الأحكام ولا تستطيع أن تقيم العدل، والنساء متضررات بالفعل، متظلمات في هذه الجهة، ولا تجد من ينصفهن. إذا أردنا إنصاف المرأة يعطيها حقها، فنحافظ على حرمتها وكرامتها وحيائها، ونعطيها حقها في الميراث الذي أوجبه الله لها، وأن نعطيها حقها ونحفظ لها حقها في المحاكم، فلا نصبح بالزوج الذي يضربها ويأتي سكران ويتعدى عليها ويطلق في اليوم 100 مرة. رجال، هناك يعني صنف من الرجال ظلمة عصاة لا يبالي، يطلق المرأة في اليوم كما يريد، يجعل الطلاق على لسانه كما يتكلم كما يشعر بالماء، والمرأة لا حول ولا قوة، تعرف نفسها أنه مطلق، لكن عندما تذهب إلى القاضي والمحكمة لا يعترف بهذا الطلاق، خلق من ذلك، ويقول لها: أنا ما رأيت الزوج طلق، فأنا لا أعترف بالطلاق ولا أعترف به إلا ذات الزوج وطلق أمامي. والزوج عندما يأتي إلى القاضي يمكن يقول: ما طلقت، وما تعرف أنه مطلق 100 مرة، فيعيش معه بالحرام. هذا هو الظلم الذي نريد أن نرفعه، ونريد المرأة أن تعطيها حقها فيه، بحيث يبقى لها حق في أن تتظلم وتأخذ حقها ولا تعيش بالحرام ولا تتعرض للظلم ولا للإهانة ولا للسكران الفاسق الباغي. هذه هي الحقوق التي يجب أن نتكلم عليها وننصف فيها المرأة، لا أن ننادي بتبرج النساء وحفلات الغناء وعارضات الأزياء، ونعرض المرأة نجعلها سلعة تباع وتشترى في السوق،
وفي الوقت نفسه حقوقها الحقيقية نتجاهلها. فهذا هو الذي أردت أن أبينه لكم. أن الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضاه. وإذا كان هناك أي استفسار فلا بد. بارك الله فيك. نشكر هذه النصيحة الذهبية من فضيلة الشيخ ابن عبد الرحمن الغرياني. هذه النصيحة لو رفعت إلى السماء لكان ولو نزلت إلى الأرض لفرشت سندسا وحريرا، ولو نزلت البحر جعلت الماء عذبا فراتا زنجبيلا. فجزاه الله عنا كل خير. في البداية شيخ هناك عدة أسئلة أغلبها تدور حول الإضراب وحول المسلحين. السؤال الأول من الإدارة يريد أن يوضح الأمر والالتباس الذي حدث في المستشفى، فأشار بأن المشكلة قد حصلت داخل المستشفى من طرف المجموعة المكلفة بحماية المستشفى، وهذا حدث أكثر من مرة. فما النصيحة اللي تقدمها على الأشخاص المكلفين بحماية المستشفى؟ لا يصار صار ناقص. وإذا كان حصل حاجة المستشفى فيجب على وزارة الداخلية ومنطقة سيدي خليفة على أيدي الذين العدد القليل تعدي ويمنعونهم من ويقبل على شخص عدى ينبغي أن يحقق معه وينظر، فإذا تبقى إذا يجب أن يتحمل المسؤولية ويأخذ العقاب، لأن الله الأمن والاستقرار والحياة سواء كانت في المستشفى ولا في غيرها لا تؤمن ولا تقوم إلا على العدل. لا تكون هناك مصالحة أيضا بين اثنين وأحد الطرفين يشعر بأنه مغبون وأنه مظلوم. إذا أردت المصالحة الحقيقية التي تقف على قدمها لابد أن تسبقها بالإنصاف والعدل والقصاص وتأخذ الحق للمظلوم. حينها النفوس والمصلحة تكون حقيقية. الناس اللي في الحوادث فقط، اللي في حوادث قالوا نحن لا نأمن على أنفسنا عندما بدأت الأزمة ويدفع عليه الناس بالسلاح ومعرضون للقتل وللموت. قلت لهم بإمكانكم أن تمتنعوا عن قبول يعني حالات جديدة في الحوادث إذا كان هذا قائما وأنتم تخافون على أنفسكم فلكم أن تمتنعوا، لكن باقي أقسام المستشفى والمرضى الموجودين داخل المستشفى لابد أن تقدم لهم الخدمات، ولا يجوز الاعتصام والإضراب في تقديم الخدمات للمرضى الموجودين داخل المستشفى. كلام واضح بينته لهم وكررته لهم مرارا في تلك الليلة. أما الذين يعملون في قسم الحوادث استقبال مرضى جدد قلت لهم إذا كنتم لا تأمنون على أنفسكم وتخشون على أنفسكم فلكم أن تتوقفوا حتى توفر لكم الدولة من يحميكم. الشق الثاني من السؤال، لو اعتبرنا أن وزيرة الصحة تقوم مقام ولي الأمر وأمرتنا بإيقاف العمل فهل يجب علينا إيقافها؟ ما رأي الشرف في ذلك؟ لا، يعني في هذه المسألة لابد أن تراجع المسؤولين الآخرين في الدولة. فإذا كان المسؤولون في الدولة يعني على هذا الرأي
وأرى أنكم توقفون العمل، وأرى أن هذا مستبعد ولا ينبغي أن يكون بأي حال من الأحوال، بل الدولة عليها أن تحمي المستشفى لا أن تعالج الأعراض. دائماً أي علاج أنتم أدرى به أهل الطب، إذا عالجت الأعراض وتركت الأسباب تسري فإن ذلك تعيين بحياة المريض ينتهي، تعطيه فرصة النوم أنت تعرف أنه يعني متليف من الداخل، ما فائدة هذا؟ فأنت تقول للناس أوقف العمل، والأسباب التي تهدد المستشفى لم تعالجها، هذا ليس علاجا، ولا أعتقد أن وزارة الصحة ولا غيره يوافقون عليه، بل العلاج أن يحمي المستشفى ويأخذ على هؤلاء الحفنة القليلة التي تهدد الأمن ويأخذوه إلى التحقيق، وكل الناس مع أهل سيدي خليفة هم أول من ينصرونكم ويعينونكم على هذا الأمر. الإضراب إذا كان مشروعا كما قلت لكم، الناس الذين امتنعوا عن العمل في قبول مرضى جلد في الحوادث لأنهم لا يأمنون على أنفسهم هذا لا إشكال فيه، لكن تعدي ذلك وتجاوز ذلك بأن توقف العمل على المرضى داخل المستشفى بحجة أنك أهينت كرامة الأطباء ولا أهينت حرمة المستشفى فهذا غير جائز، ولا يحق الإنسان يأخذ مرتب وهو لا يعمل. والأدهى من ذلك الأعظم هو المسائل التي ذكرت لكم، الأطباء كثير منهم نسبة كبيرة منهم وحتى غير الأطباء العدو في المدارس في الجامعات في الإدارات، إذا أردت أن تقيم مقدار العمل الذي يؤدونه تقييما حقيقيا بمعدل ما هو يجري في الدول المتقدمة، تجد أن الموظف أو الطبيب أو المدرس في ليبيا لا يشتغل حتى 10% من الوقت الواجب أن يؤديه، فمعنى هذا أن 90% من مرتبه غير حلال. حتى في غير هذه الحادثة أي إنسان لا يؤدي عمله على الوجه الصحيح كما هو في العقد المتعاقد فإنه يأكل حراما ولا يأكل حلالا، لأن أي وظيفة هي في الواقع عقد، أي وظيفة في الدولة هي عقد بينك وبين الدولة، إذا كان قانون الدولة يقول العامل أو الطبيب أو كذا يعمل من الساعة كذا إلى الساعة كذا ويرى فئة معينة من الناس وهو لا يأتي في هذه المدة كلها أو يأتي في هذه المدة ويرى من يريد ويترك من يريد فهو لم يوفي بالعقد، وإذا لم يوفي بالعقد لا حق له في المال لأنه لماذا يدفع له المال؟ هذه مسألة بديهية لا تحتاج إلى دليل ولا تحتاج أي عقل يدركها. أنت عندما تدعو المصرفة تأخذ 500 دينار والألف دينار مرتب، على ما تأخذه؟ تأخذه مقابل عقد بينك وبين الدولة تؤديه بالصورة الموجودة في العقد، فإذا أخللت بالعقد فينبغي ألا تمتد يدك إلى المال، والدول المتقدمة تعلم هذا وتطبقه بالقانون، هي هذا بالشرع وتطبقه بالقانون، فمن يخل بالعقد على طول يعني اللي ما كان يشاغر ويأتي بشخص آخر ويبحث له عن عمل، لكن هذا اللي الفوضى الموجودة والناس هنا هي القوى غير منضبطة، تجد الإنسان 40 سنة لو يشتغل في الدولة لو أردت أن تجمع له وتحصل على القيام التي أدى فيها عمل على وجهه صحيح ويستحق مرتب لا تجد في 40 سنة سنة واحدة كاملة. إذا كان هذا المريض ممن يستحق الدواء يجب أن يحضر إلى الطبيب أو أي طبيب في تخصصه ويقال له إن هذا المريض يعاني مثلا من السكر أو من ضغط الدم وما عندناش له علاج ومدري علاجه، يفتح له ملف ويصرف له بالتاريخ صرف له علاج انسولين علاج قلب الى اخره بتاريخ كذا وتاخذ وصفه وتاخذ دواء لهذا المريض اللي هو في البيت، اذا اراد ان ترجع مره اخرى يرجع الى ملفه، فان كانت الكميه من الدواء التي يعطيها تكون مدتها قد نفذت تصرف له كميه اخرى، اما ان يبقى المساله فوضى كل واحد يجد بنفسه يقول عندي مريض وياخذ دواء يمد يده الى مخزن الدواء ياخذ المعدات
فهذا الذي سبب الفوضى والخلل والفشل في أداء مهمات المستشفيات. لابد أن تأخذوا الطريق واضحة، المسألة ما تحتاج للاجتهاد، أنه تدعو إلى أي دولة في العالم هكذا. ولماذا الآن أنتم يعني أهل خبرة وأهل معرفة لا تشغلون العلوم التي وصلتم إليها؟ الآن الشبكات الإلكترونية والكمبيوتر والمسائل صارت تحصل كل هذه الأشياء بسهولة وسلسة جدا، تعرف المستشفى بل حتى المستشفى بوزارة الصحة حتى بالمستشفيات الأخرى تعمل شبكة لهذه المسائل بحيث لا يتكرر المريض الذي يعالج في مكان ويعالج في مكان آخر ويأخذ من هنا ويأخذ من هناك ويحرض فوضى ويقدم ملف هنا ويقدم ملف هناك. هل يبدأ رسائل تطبق؟ لأنك إذا استخدمت العلم والتقنية الآن أصبحت في أيدي الناس تستطيع توفر جهود كثيرة وعمال كثيرة، وكل من يريد أن يتلاعب يبدأ في وقت قصير وبسهولة. فهذه مسائل لابد الآن أن تعمل عليها، وحتى لو صرف عليها أموال في بداية التأسيس فإنها ستكون لها بعد ذلك جبهة اقتصادية كبيرة ومنفعة وخدمة للناس. الذي قلته أن إدخال مرضى جدد، إذا كان القسم اللي يدخل مرضى جدد الأطباء اللي فيه معرضون ويخافون على حياتهم، قلت لهم في ذلك الوقت لكم أن تتوقفوا حتى يؤمن لكم المستشفى، لكن هذا لا يسري على غيرهم من أقسام المستشفى الأخرى. هذا أمر أيضا مؤسف أن المستشفيات ليس بها مساجد، أو على الأقل كل مبنى لابد أن تكون فيه غرفة للصلاة، مسجد خاص بالمبنى، لأن ربما خروجكم إلى خارج المستشفى يأخذ منكم وقت طويل ويفسد لكم كثير الأعمال اللي أنتم ربما كنتم قد رتبتموها لأنفسكم. لكن هذا واجب شرعي أن كل مبنى لابد أن تكون في غرفة مجهزة مستشفى يقام فيها الأذان ويصلي فيها الناس، من استطاع أن يحضر الجماعة فيها تعملوا إعلان إقامة صلاة الظهر، الإقامة الساعة 1:30، كل إنسان يفرغ نفسه ويستعد 1:30 لخمس دقائق يصلي ويرجع إلى عمله. هذا أمر لابد منه ليس في المستشفى فقط بل في كل الإدارات وكل المصالح وكل الجامعات وكل المدارس، لابد أن تقام فيها الصلاة. إذا لم تقم الصلاة فلماذا نقيم؟ هذا أمر واجب شرعي لابد أن تفعلوا أن تعملوا عليه، لأن يعني الناس عادة تعتني بكل شيء بأمور الدنيا وتأخذ احتياطاتها لها وتترك أمور الآخرة. الصلاة هذه ليس فيها تهاون، بل لابد أن نبكي الناس منها ونأمرهم بها، بل ربما ينبغي حتى أن يتوقف العمل في الخمس دقائق والعشر دقائق هذه ويعمل فوق باب الغرفة هكذا وقت الصلاة، بل حتى اللي يأتي يريد حاجته يعني يجد للطبيب عذر أو يجد لأصحاب المكتب عذر ويلوم نفسه، بل هو نفسه تذكره بالصلاة ويذهب إلى الصلاة. فهذا أمر ينبغي أن يشاع داخل المستشفى. كيف نتعامل مع الزملاء الذين كانوا في السابق وراء التبليغ عنا عند أجهزة الأمن الداخلي؟ هذه مسائل عامة في أماكن كثيرة. الآن في الوقت الحاضر الذي يريده من الإدارات ومن المؤسسات ألا تمكن في رئاساتها، رئاسة أي مؤسسة لا ينبغي أن يمكن منها من كان محسوبا عن النظام السابق، يعني عنصر فعال فيه، إما متعاون مشترك في القتل وفي كتابة التقارير وملاحقة الناس أو سرقة الأموال، لا يجوز أن يمكنوا من رئاسة وإدارة أي مستشفى، لكن يمنع أن يكونوا في نواب أعمالهم ويأخذوا مرتباتهم، لكن لا نمكنهم أن يقوموا على رؤوس الإدارات والمؤسسات. أما بعد ذلك كيف نعمل بعد؟ فإذا استقرت الدولة وفرض القانون، من لديه دليل على أي إنسان أنه متورط في شيء بإمكانه أن يقدم بلاغ، بل يجب عليه أن يقدم بلاغ ضده ويأخذ القانون ويحاكم.
إذا ثبت بالدليل أنه كان متورط في أي ظلم فيجب أن يأخذ عقابه. هذا هو الإجراء الصحيح. إذا كان العقد الذي وقعه الطبيب مع المستشفى وفي به بمقتضى القانون، لا أستطيع أن أعقد هذا لأنك أنت أحيانا تقدم الصورة لشخص لمن يريد أن يفتنك ويفهم منك أنه لم يوفى له بالعقد، لكن عندما يكون العقد ب 800 والطبيب يأخذ 700 فقط، هل هذا بمقتضى القانون تطبيق للعقد وإلا فيه تحايل على تطبيق العقد؟ إذا كان القانون يقول فيه تحايل على تطبيق العقد فهم قد أخلوا بالعقد، وإذا أخلوا بالعقد يبقى الالتزام عليك فيه. لكن إذا كان القانون يقول، قانون الدولة يقول إن العقد يمكن 800 والطبيب يأخذ 700 نظرا لأن هناك أمور أخرى بمقتضى القانون من حق الدولة أن تقسمها والطبيب على علم منها ومعرفة، لأن القوانين تبينها، ففي هذه الحالة يقول الدولة قد وفت بالعقل ولا يجوز الإخلال به. ولو كان حتى في الماضي هناك إخلال بهذه العقود بصورة من الصور، ينبغي الآن العقود أن تدرس دراسة صحيحة قائمة على العدل لا على التحايل ولا على الخلل، بحيث إذا كان الطبيب إذا كان طبيب يرانا من المصلحة يوقع العقد يوقع ولا من المصلحة لا يوقع لا يوقع. وقد تريد النظرة في الدولة النظرة في المسألة برمتها، لأن كثير من القوانين الصادرة في العهد الفاسد السابق هي تحكمها أهواء وشهوات ورغبات ناس لتفصيل القوانين على ناس معينين وحرمان ناس معينين، ليس غير منها إقامة المصلحة وخدمة الناس. أي مسائل يبدأ كلها أن يعاد النظر فيها على أساس يخدم المصلحة العامة. سائلة طبيبة تقول ما حكم عمل المرأة في الفترة الليلية في وجود البارجة؟ عمل المرأة أساسا هو كما قلت لكم غير ممنوع. المرأة لها أن تعمل ولها أن تخرج ولها أن تؤدي حياتها إذا كانت هي تحتاج إلى العمل. هو دائما لابد المرأة أن تفهم أن إذا كانت هي مستغنية عن العمل كل ما تقل مخالطتها للرجال وتبقى في بيتها وتلع أسرتها وأبنائها فهذا هو الوضع الأمثل للمرأة. لكن لو احتاجت إلى الخروج للعمل لغيره فليس حراما عليها وليس ممنوعا من ذلك، بشرط أن تكون هناك ضوابط شرعية لهذا الأمر. تتجنب الخلوة إذا كان هي معرضة أن تختلي بالعود فهذا لا يجوز لها أن تفعل ذلك لا بالليل ولا بالنهار. إذا كان فيه اختلاط محرم متكرر هكذا والناس يعني تبقى همهم كله غير تبقى رجل امرأة رجل امرأة يتحدث يتكلموا بالتلفونات بالهواتف وبغير الهواتف ويبقوا أحيانا الخلوة هي حتى بالهاتف، خلوة الهاتف هي حرام في خلوة امرأة تأخذ هاتف وتبقى نصف ساعة ولا ربع ساعة وتكلم في رجل أجنبي عنها ليس من محارمها، هذه خلوة محرمة لا يجوز الشرع لأن هذا هو اللي يأتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين تزني وزناها النظر واللسان يزني وزناها النطق والقلب يتمنى والإنسان يتمنى ويشتهي والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. يعني العين تزني وزناها النظر واللسان يزني وزناه النطق، يعني لما المرأة تتكلم مع أجنبي في التليفون هب في هذا النص ساعة ولا ربع ساعة ولا كذا هذا نوع من الزنا وزناها النطق، لأن هذه مقدمة الزنا، هذه مقدمة الفاحشة، هذه مقدمة المعصية. وكذلك قلبه يتمنى ويشتهي ثم بعد ذلك الفرج يصدق ذلك ويكذبه. فهذه مسائل المرأة لابد أن تأخذ هذا في اعتبارها عملها جائز لكن لابد أن يكون بالضوابط الشرعية. هل يجوز الكشف عن عورة الرجل من قبل الطالبات علما أن هذا ضمن المنهج وهذا وهي مادة أساسية في الامتحان؟ هذه لا هل يسأل فيها هذا اختصاص؟ هل هي أولا
لابد ان تكون هناك لها ضوابط. دائما نرجع الى الضوابط. اولا، كم نحن محتاجين الى في هذه البلد، لان الدول كلها لا تتقدم الا بالاحصائيات، الا بتتبع الحاجات. مثلا تكون هناك لجنة شفافة أو جهة شفافة من الطب تقول كم نحن محتاجون إلى طبيب عنصر نسائي من الطبيبات، كم نحن محتاجين إلى ممرضة، كم نحن محتاجين إلى طبيب من الرجال. بناء على الإحصائية هذه، فإذا تقدمنا مثلا ل10,000 طبيبة محتاجين إلى 5,000 طبيبة فقط، و5,000 طبيبة الأخرى هي عبء على الدولة ولا تحتاج إليه ولا تريدها. فال5,000 الأخرى لا يحل لهن أن يكشفن على عورات الرجال، ولا يحل لهن الاختلاط، ولا يحل لهن شيء، لأن الدولة خلاص انتهت. إحنا قلنا المرأة تكشف على رجل للضرورة، ورجل يكشف على المرأة للضرورة، فإذا كان هناك ضرورة قلنا لا مانع. فما عليك أن يسأل أهل الاختصاص، هل الطالبة يعني في تقييمها الطبي حتى في العدد الذي نحتاج إليه وتحتاج إليه الدولة، هل لا كشفها وهي في أثناء الدراسة على عورة الرجل شيء أساسي في تقييمها الطبي، وإلا هو شيء تكميلي؟ فإذا كان بالإمكان الاكتفاء بالكشف على عورة المرأة مثلها فهذا الذي يجب، والكشف على عورة الرجل هذا ليس شيء أساسي في تقييمها، يبقى هي لا يحق لها أن تكشف على عورة الرجل. إذا قال أهل الخبرة كشف على عورة الرجل حتى وهي طالبة شيء ضروري في تقييمها للطب، ونحن محتاجون إلى 5,000 طبيبة، فال5,000 هذول ما دام قرر الطب هكذا لهن ان يكشفن على عورة الرجل، ما زاد على ذلك لا يحل لهن. هذه ال5,000 اذا قالت الخبره الطبيه ان اطلاعهم على عورة الرجل اثناء الدراسه ليس هو اساسيا في تقييم الطب، وانما يمكن الاستغناء عنه بالتالي عورة المراه، يجب ان نتقيد ما تقرره هذه الهيئه الفنيه الطبيه. هذا الذي وجدته في عون الكلام، المستشفيات وإدارة المستشفيات، المدارس، الجامعات، أن يبدو من تلقاء أنفسهم، لأن هذا أمر الآن في أيديكم، أنتم مسلمون، متاح لكم أن تطيعوا الله عز وجل، فلماذا تعصونه؟ يعني ليس هناك الآن، لو أراد مدير مستشفى في السابق، لو أراد مدير مستشفى أن يفتي في هذا الأمر، يفصل ويدخل السجن، وقال له أنت غير صالح، لأن الدولة السابقة كانت قائمة على المعاصي، إذا أنت صاحب معاصي ولا تصلي أو تصلي بغير وضوء أو تعمل منكرات فتلك جزء من مؤهلاتك لأن تتولى منصب. هذا هو الكلام السائد في الدولة السابقة الفاسدة. الآن تغير الحال والحمد لله بعد هذه التضحيات الكبيرة، فلماذا لا يكون لنا من تلقاء أنفسنا ونحن بلد مسلم بنسبة 100%؟ لماذا لا نرجع إلى شرع الله وإلى حكم الله؟ لأن شرع الله هو اللي فيه الخير لنا جميعا، هو العدل، هو الحكمة، هو الرأفة، هو الإحسان، هو الخير، يعلم ما في النفوس، يعلم ما تولي به الأمور، القوانين الوضعية وضعها لا يعرف إلا ما يراه الآن أمامه، لكن شاء الله عز وجل يعلم مآلات الأمور، يعلم الدنيا إلى أن تنتهي وما يصلح الناس، فلماذا نتبع نتبعه؟ هل هناك أحد أعلم من الله عز وجل؟ الله أعلم بنفوسنا وما يصلحنا، وهذا جزء من إيماننا، لا نكون مؤمنين إلا إذا اعتقدنا ذلك، فلماذا لا نتبع شرع الله في مثل هذه الأمور؟ علينا أن نبدأ بأنفسنا، الإدارة نفسها تبدأ بهذا كما قلت لكم، قسم الأشعة خاص بالنساء تكون فيه مرأة هي اللي تعمل الأشعة، قسم التحاليل خاص بالتحليل النساء تكون المرأة هي اللي تعمل فيه ولا يكون فيه رجل. هناك عيادات فيها نساء خاصات في نفس القسم، نفس قسم الجراحة أو قسم الباطن أو كذا، هناك عيادة يقودها نساء فيهم متخصصة وفيهم يعني طبيبة وفيهم كذا، لما تأتي مرأة يجب أن توجه إلى قسم النساء وتكشف عليها المرأة. إذا كان حصل ظرف عندنا نقص أو ما وجدناش وتعذر فلا بأس أن يكشف عليها الرجل. لابد أن نبدأ هذا ونعمل هذا النظام ونفكر فيه من تلقاء أنفسنا، هذا واجب شرعي رأي. أنتم مسؤولون عنا يا أهل الإدارة، يا أطباء، يا رؤساء الأقسام، سيسألكم الله عز وجل عن هذا، لابد أن تأخذ هذا في حسابكم.
قلت هذا الكلام مكرر، قلت لكم الآن لا ينبغي أن يمكن في مؤسسات أو من يدير المؤسسات من هم محسوبين على النظام وتورطوا في أي شيء من الدماء وملاحقة الأبرياء وسرقة الأموال، هذا أمر اتفقنا عليه. لكن بعد ذلك كيف نصنع؟ ما عم أقول لكم عندما يستخدم الأمن ويفرض القانون من لديه دليل عليه إنسان حقيا يرفع دعوة ضده في النيابة، هذا هو الواجب الشرعي. هذا لا يجوز إلا بتقرير من الدولة. إذا كان جاءتك تقنيات من مجلس الوزراء ورئاسة الحكومة وتقرر ذلك لأن التيار عندهم أسبقية وعندهم مزية وتتركهم يعالجوا في الخارج ويقدمون على غيرهم، فذلك تبقى ولي الأمر لك أن تفعل ذلك. لكن من تلقاء نفسك هكذا أن تجتهد وتبعد شخص من التيار قد يكون هو محسوب من الثوار ليس من الثوار، وقد يكون هو في حاجة إلى أجل الخارج، وهناك مريض آخر يتعرض للموت بحاجة ويتوسل إليك وأنت لا تستطيع أن تقابله، لا تقبل حتى أن تقابله ولا أن تسمع كلامه. هذا من الظلم البين الذي يجب أن يتوقف، لأن لا بد أن نعلم أن الظلم ليس هناك شيء أشد ولا أشر على الأمة منه. والظالم الذي يأخذ حقوق الناس ولا ينصف فيما ولي أو فيما تولاه ولا يعدل فيه فإنه معرض لغضب الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإن الله تبارك وتعالى يقول لأنصرنك ولو بعد حين، سوف ينصر الله هذا المظلوم وينتقم من الظالم وانتقام منا يتمد في أشياء كثيرة، إصابته بالأمراض، خراب داره وبيته، إصابة أهله وأولاده، عذاب النار يوم القيامة. الظلم ليس هناك شيء أشد منه. والظلم كيف يبدأ؟ يبدأ في أن الإنسان ولي على ولاية ولي على أمر حتى ولو كان بوابا أمام باب المستشفى، هو مولى هو ولي في هذا المكان، إذا لم يعدل هو ظالم. ليس معنى أن ولي الأمر إذا ضرب هو رئيس الحكومة ولا رئيس الدولة، بل كل من تولى مسؤولية في قسم أو في إدارة أو في وظيفة من سائق السيارة إلى الواقف بالباب إلى رئيس القسم إلى الطبيب إلى رئيس الدولة، كل هؤلاء ولاة ولوا على أمر لابد أن يعدلوا فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسؤولية ثم قال ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول. ذكر الزوج ذكر الزوجة ذكر الأمير ذكر ولك ثم ذكر ختم الحديث بقوله ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول. إذا كان الاعتصام غير مشروع فإن الأطباء يأتون، وخصوصا من لهم مسؤولية على موته وكان ينبغي أن يكونوا موجودين في المستشفى وهم تخلوا عنه. أما إذا كان الاعتصام كما قلت لكم مشروعا كما ذكرناه، إما في هؤلاء الأطباء الذين امتنعوا عن قبول مرضى جدد لأنهم لا يأمنون على حياتهم فهؤلاء غير مسؤولين. لكن من كان داخل المستشفى وترك الأطباء علاجه أو رعايته وعنايته وعرضوه للموت فهم مسؤولون على ذلك.